معانا ام مي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام السلام. مي، ازيك؟ عامله ايه؟ انا مبسوطه قوي يا مي ان انتي معانا اول باول. انا على طول والله العظيم جميله. انا بتفرج عليك على طول والله. يعني اول باول اي لا مواقف انا متابعة تحصل لها حضرتك على طول. ربنا يبارك لك يا مي. ما انا بحكي للشيخ احمد اي مواقف تحصل لها في حياتها جميله قوي، انها عايزه والله تتحرى على كل ربنا رب التفاصيل. والله ادي نعمه. سبحان ربنا كده بيجيب لي حقي كده من عنده. يا حبيبتي الحمد ربنا لله يبارك والله. لك يا مي، بنبسط والله من مكالمتك قوي. قولي الله لنا ايه الجديد يخليك. عندك، حصل ايه الاسبوع ده؟ ما حصلش، بس ده انا عندي سؤال بس لبنتي كده. اتفضلي يعني بخصوص رمضان والصيام. قولي لي يا حبيبتي، اتفضلي. بتاع دوت، هي يعني على ايام في رمضان يعني اللي فات واللي قبله، فما بتقدرش تخلصهم، رمضان الجاي يعني جاي وكده من بيتراكم سنه عليها. وتسعين. تمام. فالمهم يعني هي تعمل ايه يعني دلوقتي؟ هي ما بتقدرش تخلص يعني اللي هم كانوا عليها، الايام اللي كانت طب عليها، هي ليه ما بتقدرش تخلصهم؟ ما عشان كان في رمضان اللي قبله واللي قبله كده. ماشي، واحدة واحدة بس. ايه السبب اللي يخليها ان هي كل ده يتراكم عليها؟ هل مرض ونحو ذلك ولا لا كسل؟ مش مرض ولا حاجة، هي ما بتقدرش يعني ما بتقدرش تخلص الأيام. نقول كسل يعني. يعني احيانا فعلا الصيام من العبادات الصعبة في تنفيذها فهي بس وتطبيقها، قالت لي يا ماما بصي، فتراكم قال لي عليها بس قوي. فضلت الشيخ. تمام يا ماما، طب وفي سؤال تاني بس يا أستاذة سارة، اتفضلي يا ماما. يعني هي يعني مش الأخ دوت سند يا أستاذة سارة؟ تمام اكيد. طب هو دلوقتي أخويا ماشي يعني ورا كلام مدام بتاعتي يعني مراته، تمام. يعني أنا أخته وانا والدتي متوفيه ووالدي ما فيش الا هو واخويا التاني، ايوه ماشي يعني يعتبر احنا بس يعني كويسين يعني مع بعض كده، وكل عيلتي يعني كلها في يعني في يعني خلاني والكلام دوت في البلد وكده، وهنا وهنا فانتوا يعني انا مع ماليش بعض الا انتوا هو، الثلاثه. تمام انا ماليش الا هو وماليش الا اخويا التاني دوت واختي، يعني احنا بنتين وولدين. تمام اوكي. فهو اتفضل. هو جاي عليا جامد قوي عشان مراته مش راضي، ده احنا اول مره نتخاصم بعد 4 شهور كده والله يا استاذ سارة، طيب هو اصل هو وانا بعيط كل يوم، بعيط كل يوم والله عشان هما بصي يا مامي، بيكلمنيش، اصل هي مقسياه. المواضيع دي اصلها ما بتتقالش عناوين عامه، بتبقى داخل فيها تفاصيل كتيره، فكره ايه اللي حصل ومين معاه الحق ومين مش والله يا معاه استاذه الحق. ساره والله ده موضوع تافه قوي، انا مش زعلانه معاه، هو ده مع المدام بتاعته. يعني انتي زعلتي في موضوع صغير مع وهو المدام اخذ بتاعته موقف منك؟ موقف لا بقى مش مع راضي يتكسر مراته. خالص من ساعه الموقف ولا لا يكلمني موقف منها، ما بيكلمهاش هي، اخته، 4 شهور. علشان يقف في صف مراته. طيب انتي جربتي انتي تكلمي؟ ما هو يا استاذه ساره هو مش قابل، اللي هو مش قابل الكلام، هو ملوش يعني مع، انتي هو جربتي مش راضي تكلميه؟ يكلمني عشان مراته ما تقولوش مثلا انت كلمتها وانا مخصماها. هو طيب هو تمام يا مومي، احنا هنرد عليكي. شكرا يا مومي. طيب اول حاجه موضوع الصيام، لو حد عدى عليه رمضان حتى سواء في عذر او ما فيش عذر، او حتى لو كان فكره كسل وعدى رمضانات. احنا عندنا بالنسبه لمن افطر في رمضان، هناك من افطر بعذر ومن افطر بغير عذر. من افطر بعذر مثلا مرأة كأن أفطرت بسبب الحيض ونحو ذلك، فالذي أفطر بعذر يعني قضاؤه يكون على التخيير، مش شرط أنه بعد رمضان مباشرة يبدأ فيه، قد مثلا في استنى الشتاء لما تيجي بحيث النهار قصير ونحو ذلك. أما من أفطر بغير عذر فقضاؤه على الفور. الوي قضاء على الفور، يعني بعد ما ينتهي رمضان يعدي العيد مباشرة اللي هو يبدأ بالقضاء، في رمضان ما صامش رمضان اصلا من غير اي مش عذر. شرط لو يوم واحد تمام. افطر بغير عذر، جاي يوم كده افطر بدون اي عذر، فهذا قضاؤه على الفور. اما من كان فطره من افطر بعذر هذا قضاؤه على التخيير، ليس شرطا مباشرة ان يبدأ بعد رمضان. وبالنسبة للقضاء، العلماء قالوا لابد، يعني ينبغي أن يسرع في القضاء حتى لو على التخير، ولكن قبل أن يدخل رمضان الذي بعده. خلال السنة. نعم. وبنقول الشيطان يعني كيف الشيطان والنفس بنسوف. والوساوس وما إلى ذلك، طب بس أنت مش عارف كذا، مع أنه ممكن يقعد في الشتاء الواحد طول النهار لا يشرب جرعة ماء أو لا يأكل شيء من الصبح لحد بالليل. طب هذه فرصة، نحن في فصل الشتاء والنبي قال الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. فدي فرصة بقول لها تسارع بقضاء ما عليها قبل أن يدخل رمضان طب هي عليها ولا من رمضانات تسوف. قبل كده، لو عدى رمضان بقى يحصل ايه؟ هي بعض العلماء بيقولوا أنه بيكون عليها كفارة مع القضاء، أنه بكل الأحوال لن تترك القضاء، لابد وأن تقضي ما دامت قادرة. أي إنسان أفطر وعليه قضاء، ما دام قادرا على القضاء لابد وان يقضي. بعض الناس بيفكروا انه خلاص انا هروح اكفر وادفع ومش هسال عنهم، لا،
ما دام قادر يبقى يقضي، ده أول شيء. وبعدين بعض العلماء قالوا، بعضهم قال كل ما بيأخر بيكون عليه قضاء وكفارة، وبعضهم قال يقضي، يقضي من غير بس المهم كفارة. القضاء. طب أما إذا كان بقى مثلا مريض لا يرجى برؤه، مع مرض مزمن، طبعا دي ده قصة تانية. لا ينتظر القضاء، لأنه كده كده مش هيقدر يصوم، بالظبط، رفع فهذا عنه. بيدفع الفدية طيب أولا القضاء بأول. لو هيدفع الكفارة قد ايه؟ يعني إذا أخذنا على مذهب أبي حنيفة اللي هو مقدار ما يغذي الشخص، مثلا وجبة. بيحدد قد ايه وجبة مثلا بيقدر يغذيه او يعشيه بقد ايه، مثلا تحدد القيمة، وعند الشافعي تخرج قوتا من غالب البلد. تمام. مشكلتها التانية فكرة ان اخوها مقاطعها بسبب مشكلة بسيطة بينها وبين مراته. والله دي مشكلة مش عندها هي بس، عند كتير من الناس، بالظبط. انه احيانا سبحان الله بعض النساء بيحصل خلط في الامور، بمعنى انه احيانا الزوجة بتحس انه هو لو قرب من اخواته او كذا قد ياخذ من بيتها ويودي لاخته، ولو عمل كده يعني له جزاء عظيم وهنيئا له. بس بعض الناس بيفكروا انه خلاص الزوجة احيانا بتفكر انه الاخت لو دخلت هتتحكم فيه او تتحكم في البيت او وما الى ذلك، ولو بصينا هنلاقي كلها امور قائمة على سوء الظن، هنلاقي كلها امور يعني ما لهاش اي لازمة، وكلها امور قائمة على حب النفس فكرة التملك. والانتقام للنفس والتملك وسوء الظن والاتهام بدون دليل وما الى ذلك. بقول لها يا ستي هو مش قابل او هو خايف او بدري انتي وحاولي انتي وكلمي، ومش شرط يقول لمراته ان انتي بتكلميه، ولا تعرفيها انه انتي بتكلميه الى ان تهدأ الامور بينك وبينها. يعني احنا بنقول دلوقتي بقت في طرق كتيرة قوي اكيد للي عايز يسامح. يا مميب انت خلي صحيح، بالك، يعني اخلصي النية قوي من جواكي واعزمي الموضوع، وخلي بالك ان انت ما يبقاش عندك كده اللي هو ايه، في حتة كده لا هو اللي يبتدي او ايوه هي اللي بتبتدي، انا مش عايزة يبقى انا كأني انا اتذللت وانا لا. الموضوع ما فيهوش اي علاقة لا بالكرامة ولا بالذل ولا بالكبرياء ولا اي حاجة من الكلام ده. انت ممكن تبعتي حتى رسالة وتبتدي وقولي فيها اللي انت عايزاه حتى، فيعني مهدي الموضوع وابتدي بيها، لان فعلا مش كل الناس عندها القوة بتاعة المبادرة. فطالما انت على طول بتكلمينا وهمك تعرفي ربنا هو يبقى الاساس، وده اللي بنتكلم فيه النهارده حتى في فكره الحسم ومعرفة والقرار، الله. اهو ده قرار من القرارات انك تقرري تبادري بالصلح، صحيح، فده محتاج ان يبقى مركزيتك ربنا وانت شايفه ربنا في القرار ده. حتى الله قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ده هذه الآية بس لو نظرنا إليها نزلت فين، في مصطح ابن، لما سيدنا أبو بكر كان ينفق على مصطح ابن أثاثة، ومصطح ابن أثاثة ده كان فقير، وأبو بكر كان ينفق عليه، وخاض في عرض ابنته السيدة عائشة أم المؤمنين، ايوه فسيدنا أبو بكر في قال لا، حادثة الإفك. قال لا بالظبط. أنفق عليه، فنزلت الآيات فقال لا، تراجع وصار ينفق عليه ويعطيه صح. النفقة التي كان يوصلها إياه. بالظبط، هي المجاهدة مش سهلة، نعم واللي هي تهذيب النفس واستخدام الأخلاقيات مش سهل. فربنا معاكي ويقويك يا رب، وكلمينا قولنا عملتي ايه.